الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليكم نعمه وأن يشملكم برحمته وأن يرفع مقامكم ودرجاتكم عنده. وبعد، فهذا درس جديد من دروسنا في قراءة كتاب الأذان من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فلعلنا نأخذ بعض الأحاديث التي أوردها الإمام في هذا الكتاب، فليتفضل القارئ بارك الله فيه مشكورا. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، والرجلين، طراف القدمين. قوله هنا عن النبي أنه أمر، يعني أن الله عز وجل أمره بذلك، وهذه الصيغة التي إذا قالها الصحابي حكم بأنها من أنواع المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالأمر الطلب الجازم بأداء الفعل، والأمر يفيد الوجوب بحيث يؤجر الفاعل ويأثم التارك. وهذا فيه دلالة على أن وضع هذه الأعضاء على الأرض ركن في السجود، لا يصح السجود إلا بها، وهي سبعة أعضاء، وفي بعض الروايات سبعة أعظم، وقد فسرها بقوله اليدين والركبتين والرجلين، وأراد بالرجلين أطراف القدمين. وفي هذا دلالة على أن من لم يصل إلى الأرض شيء من هذه الأعضاء وهو قادر على إيصاله فإن سجوده باطل، وبالتالي تبطل صلاته كلها، لأن السجود ركن من أركان الصلاة. ولذا ننتبه لحال القدمين، فإن بعض الناس عند السجود يرفع قدميه ولا يجعل أصابع رجليه تصل إلى الأرض. وقوله هنا وأشار بيده إلى أنفه فيه دلالة على أن الساجد يسجد على الجبهة والأنف، ولكن هل يجزئ أحدهما عن الآخر؟ قال الجمهور: كل منهما يجزئ عن الآخر. وقال طائفة: لا بد من السجود على الجبهة. وقال آخرون: لا بد من السجود على الأنف. وقال فريق رابع بأنه لا بد من السجود على الأمرين معا. فأما من قال بأنه يكفي الأنف، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لفظة الجبهة بإشارته إلى أنفه. ومن قال بأنه لا بد من السجود على الجبهة، قالوا: الأصل أن يؤخذ التفسير اللفظي، ولأن السجود في لغة العرب لا يصدق إلا على من وضع جبهته على الأرض. وكون الإنسان يلاحظ وضع الأمرين الجبهة والأنف على الأرض حال سجوده أكمل في صلاته وأتم لها. ولا يلزم من هذا الحديث أن تكون هذه الأعضاء مباشرة للأرض، فلو كان على الإنسان قفازات أو كان
على قدميه خفاف أو جوارب فسجد بها وهي عليه صح سجوده. وهكذا لو كان على جبهته عمامة أو لفافة فإن سجوده يجزئ بها. وقوله هنا ولا يكف شعرا أي لا يرفعه ولا يقوم بضمه، بل إذا كان الشعر أو الثياب مرسل في أثناء صلاته فإنه لا يكفها من أجل السجود. ولكن من كان شعره أصلا مكفوفا أو كان ثوبه أصالة مكفوفا قبل دخوله في صلاته فإنه لا حرج عليه في أن يبقى على حاله التي كان عليها. ولذا من كانت تضفر شعرها ضفائر فصلت بها لم يكن في ذلك مخالفة للنهي الوارد في هذا الحديث. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. قوله عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ظاهر هذا أنه يحتمل أن يكون المراد به صلاة الفريضة أو صلاة النافلة. وعلى كل أراد أن يبين طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. وقوله فإذا كان في وتر من صلاته يعني في نهاية الركعة الأولى أو في نهاية الركعة الثالثة، لأن هاتين الركعتين ليس فيهما تشهد. قوله لم ينهض أي لم يقم ولم يستتم قائما حتى يستوي قاعدا. وهذه الجلسة يسميها العلماء جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة. والعلماء في حكم هذه الجلسة على قولين مشهورين، منهم من يقول بأنها مستحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، والأصل في الأفعال النبوية أنه يشرع الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فيها. وهناك من قال بأنها على الإباحة، واستدل على ذلك بأن الأكثر من الصحابة الذين رووا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكروا هذه الجلسة، ومالك بن الحويرث إنما جاء في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فدل هذا على أنه لم يجلسها إلا لثقله وكبر سنه، وليس ذلك من أجل أدائه للصلاة. والقول الأول القائل باستحباب جلسة الاستراحة أظهر، فإن هذا فعل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في أثناء صلاته، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وحينئذ نقول بأن الأرجح أن جلسة الاستراحة من المستحبات في الصلاة. ولكن ينبه هنا إلى عدد من الأمور، منها أن الإمام إذا لم يكن يجلس للاستراحة فإنه لا يستحب للمأموم أن يجلس لها، وذلك لأن المأموم يتبع إمامه. وقوله هنا حتى يستوي قاعدا، اختلف أهل العلم في تفسير هذه الجلسة، فقال طائفة بأنه يجلسها مفترشا كالجلسة بين السجدتين، وقال آخرون بأنه يجلسها متوثبا بحيث يكون على قدميه. والأظهر هو القول الأول، لأنها هي الجلسة المعهودة للنبي صلى الله عليه وسلم
في أثناء صلاته. نعم. وعن سعيد بن الحارث قال: صلى لنا أبو سعيد رضي الله عنه فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث حرص الصحابة على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وحرصهم على تعليم الأمة كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن الإمام يجهر بالتكبير في صلاته، وفي الحديث مشروعية التكبيرات التي تكون في الانتقال في الصلاة، حين يرفع رأسه من السجود، وحين يسجد، وحين يرفع، وحين يقوم من الركعتين. وفي هذا دلالة على مشروعية هذا التكبير، وقد اختلف أهل العلم في حكم هذا التكبير، فذهب طائفة إلى أن تكبيرات الصلاة من الواجبات، يعني سوى تكبيرة الإحرام فإنها ركن في الصلاة، ومعنى كونها واجبا في الصلاة أنها يؤمر بها ويطالب المصلي أن يفعل، أن يقولها، ولكنه إذا نسيها فإنها لا تبطل صلاته بذلك. وعن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت: إنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجلي لا تحملاني. قوله هنا أن عبد الله بن عبد الله كان يرى أباه ابن عمر يتربع في الصلاة، وظاهر هذا أن ابن عمر إنما تربع من أجل كبر سنه، ومن أجل أن قدميه لا تحملانه. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة، يعني في وقت القيام، جلس متربعا، ولذلك استحب أكثر أهل العلم أن من يصلي جالسا يتربع في وقت القيام. وفي الحديث استحباب جلسة الافتراش في جلسات الصلاة، وقد اختلف أهل العلم في طريقة جلسات الصلاة، وقد اختلفوا على أربعة أقوال مشروعة مشهورة. فقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله بأنه يستحب له أن يفترش في جميع جلسات الصلاة، والافتراش بأن ينصب رجله اليمنى واقفة ويفرش رجله اليسرى ويجلس عليها. واستحب الإمام مالك رحمه الله التورك في جميع جلسات الصلاة بأن ينصب رجله اليمنى وأن يخرج رجله اليسرى من عند رجله اليمنى ويجلس على ورك رجله اليسرى. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن الجلسة التي يكون بعدها سلام يستحب التورك فيها، وما عدا ذلك فإنه يستحب الافتراش فيها، ولذلك عنده تورك في السنن عند جلسته للتشهد وفي صلاة الفجر. وذهب الإمام أحمد إلى أن الأصل في جلسات الصلاة أن تكون على هيئة الافتراش، إلا في الجلسة التي تكون في التشهد الثاني فإنه يستحب التورك فيها. والفرق بين قولي الإمامين أحمد والشافعي في التشهد الذي يعقبه سلام بعد الركعة الثانية، كتشهد صلاة الفجر و
سنن الرواتب، فعند الإمام الشافعي أنه يتورك، وعند الإمام أحمد أنه يفترش. والأظهر رجحان قول الإمام أحمد لورود حديث عائشة في ذلك، ولعله إن شاء الله يأتي. وفي الحديث مشروعية تعليم الأب لأبنائه وملاحظته لطريقة أدائهم للعبادات ومنها الصلاة، فإن ابن عمر لاحظ ابنه عبد الله ونهاه. وفي هذا أيضا جواز أن يسمي الأب ابنه بنفس اسمه. وفي هذا الحديث أن بيان الطريقة التي يسار عليها في الصلاة. وفي الحديث أن السنة إذا عجز الإنسان عنها لم يكن عليه حرج في أن يتركها. وفي الحديث بيان أن الناس يقتدون بأهل العلم وأهل الفضل فيما يؤدونه، ولذلك يحسن بأهل العلم إذا أدوا العبادات عند الناس أن يحافظوا على السنن من أجل أنهم يقتدى بهم في ذلك، طاعة لله عز وجل لا مراءة للخلق. وعن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي رضي الله عنه: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. قوله هنا عن محمد بن عمرو أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه حرص التابعين على الجلوس مع الصحابة للاستفادة منهم وتعلم العلم وأخذ الهدي والسمت منهم. وفي الحديث تذاكر الناس لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في أداء الصلاة، وأن ذلك يعد من أنواع التعلم والتعليم. وفي هذا الحديث مشروعية التعليم بالتطبيق وإيجاد المثال العملي أمام المتعلمين. وفي الحديث جواز أن يثني الإنسان على نفسه إذا ترتب على ذلك مصلحة شرعية، ولذا قال أبو حميد رضي الله عنه: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث مشروعية رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام. وأصل رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام متفق على استحبابه وليس من الواجبات، وقد ورد في بعض الأحاديث أنه كان يرفع يديه إلى أذنيه، وأكثر الرواة على قولهم حذاء منكبيه. وقد حاول جماعة أن يجمعوا بين هذه الروايات، فقالوا بأن أطراف الأصابع تكون عند فروع الأذنين، وأصل اليد يكون عند المنكبين. وفي الحديث أيضا مشروعية الركوع في الصلاة ومشروعية وضع اليدين على الركبتين. وقد كان في أول الإسلام يضعون اليد اليمنى على اليد اليسرى ويضعونهما بين الفخذين، ولكن هذا نسخ وأصبحت السنة بوضع اليدين على الركبتين في حال الركوع.
وفي الحديث استحباب هصر الظهر بأن يجعل الظهر مثنيا ومستقيما حال الركوع. وفي الحديث مشروعية الرفع من الركوع، وقوله هنا حتى يعود كل فقار مكانه، استدل به الإمام الشافعي على أن الإنسان عند الرفع من الركوع يضع يده اليمنى على يده اليسرى. وقد استدل لهذا القول بعموم الأحاديث التي أمرت أو أمر فيها بوضع اليد اليمنى على اليد اليسرى. وذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك إلى استحباب سدل اليدين بعد الرفع من الركوع، والمالكية يقولون بأنه يسدل حتى قبل الركوع، ولم يكن الإمام مالك يقول بهذا، وإنما رأى أصحابه أنه يسدل يديه لإصابة أصابته في كتفه، فظنوا أنه يقول باستحباب سدل اليدين. وقال الإمام أحمد بأن المصلي مخير بعد الرفع من الركوع بين سدل اليدين وبين قبضهما، ولعل قول الإمام الشافعي في هذه المسألة أرجح باستحباب وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى ليعود كل فقار مكانه، والفقار العظام التي تكون عند الإنسان، وفي بعض الروايات حتى عاد كل عظم مكانه. وفي الحديث من الفوائد مشروعية السجود ومشروعية وضع اليدين على الأرض، وفيه النهي عن افتراش اليدين بأن يضع ساعديه على الأرض، بل المشروع في ذلك أن يرفع الساعدين فلا يكون على الأرض إلا الكفان. وفي الحديث أن الأصابع تكون ممدودة بحيث لا يقبضهما، بحيث لا يقبض الأصابع. وفي الحديث استحباب أن تكون الأصابع حال السجود متجهة إلى جهة القبلة. وفي الحديث من الفوائد استحباب الافتراش في جلسة التشهد، فإنه قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وهذه صفة الافتراش. وظاهر هذا أنه لم يفرق بين الجلسة التي تكون في الركعتين وبعدها سلام، وبين الجلسة التي لا يكون بعدها سلام. وبهذا استدل أحمد على أن جلسة التشهد في الركعة الثانية تكون بصفة الافتراش، سواء كان بعدها سلام أو لم يكن. وفي الحديث استحباب التورك في الجلسة التي تكون في التشهد الأخير الذي يكون في الثالثة أو الرابعة من الصلوات، لقوله: وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى. والمشهور أن الرجل اليسرى تكون على الأرض، وأن الافتراش يفسر بذلك. وقد قال بعضهم بأنه يضع رجله اليسرى بين فخذه ورجله اليمنى، وهذا أحد الأقوال في تفسير صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأرجح أن يضعها على الأرض، ولذا قال هنا: وقعد على مقعدته. وعن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، وهو من أزد شنوءة، وهو حليف لبني عبد مناف، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس،
فمضى في صلاته، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وكان في آخر صلاته وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين، كبر وسجد ثم رفع رأسه، ثم كبر وسجد ثم رفع رأسه قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس، ثم سلم بعد ذلك. في هذا الحديث بيان أنساب الناس وما يكون بينهم من أحلاف، وأن ذلك من الأمور المعهودة عند أهل العلم فيما مضى. وفي هذا الحديث إثبات الصحبة لعبد الله بن بحينة رضي الله عنه، وفي هذا الحديث صلاة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث بيان أن التشهد الأول ليس بركن في الصلاة، وبالتالي من تركه نسياناً أو خطأً فإن صلاته لا تبطل بذلك. وجمهور أهل العلم على أن التشهد الأول من المستحبات، واستدلوا عليه بهذا الحديث. وقال أحمد وطائفة بأن التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة لكنه ليس من أركانها، وواجبات الصلاة يتم تداركها للناس بسجود السهو. وقول أحمد في هذا أرجح، فإنه لو كان التشهد الأول مستحباً لما سجد له سجود السهو، فلما سجد سجود السهو دل ذلك على وجوبه. وقوله فمضى في صلاته فيه دلالة على أن من استتم قائماً وكان قد نسي التشهد الأول فإنه يمضي في صلاته ولا يعود إلى هذا التشهد، بخلاف التشهد الأخير، فإنه لو قام الإنسان تاركاً التشهد الأخير في صلاته فإنه يلزمه أن يعود، لأن هذه الزيادة ليست من الصلاة لكمال الصلاة قبل ذلك. وفي الحديث متابعة المأمومين للإمام إذا استتم قائماً تاركاً التشهد الأول. وفي هذا الحديث مشروعية سجود السهو لمن ترك التشهد الأول، ويقاس عليه بقية أحوال السهو في من ترك واجباً من واجبات الصلاة. وفي الحديث مشروعية التكبير في سجدات السهو، فيكبر لسجود السهو، ولم يذكر التكبير حال الرفع، ولكن قد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. وفي الحديث أن السجود للسهو يكون بسجدتين حتى ولو تعدد السهو، فلا يكرر السهو. وفيه أن السجود الذي كان بسبب النقص في الصلاة يكون قبل السلام، فيه أن سجود السهو يكون قبل السلام إذا كان السهو بترك واجب من واجبات الصلاة. وفي الحديث أن من سجد سجود السهو قبل السلام فإنه لا يحتاج إلى تشهد آخر بعد سجدتي السهو، ويكفيه تشهده الذي كان قبل ذلك. وفي الحديث مشروعية السلام بعد سجود السهو. وفي الحديث بيان أحكام النسيان، وأن العبد لا يؤاخذ بما نسيه لخروج ذلك عن إرادته. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله من قبل عباده
السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه والتفت إلينا فعلمني وكفي بين كفيه، فقال: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا فعلتم ذلك وقلتموها فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض أو بين السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. زاد أبو معمر عن ابن مسعود وهو بين ظهرانينا: فلما قبض قلنا السلام، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يعرف عند أهل العلم بتشهد ابن مسعود، وقد اختاره أحمد وجماعة، ويقابله تشهد ابن عباس الذي فيه اختلاف في الألفاظ مع اشتراكهما على معنى معين. ومن اختار حديث ابن عباس قال هو في الصحيحين، ثم فيه تأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ابن مسعود بنفسه، وأنه كانت يده بيده وكفه بين كفيه، فدل ذلك على مزيد عناية في هذا الحديث. وقوله كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله من قبل عباده، هذه اللفظة لا يصح أن تقال، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. وبالتالي لا يصح للإنسان أن يقول السلام على الله. وقوله هنا كانوا يقولون السلام على جبرائيل وميكائيل في إثبات مكانة هذين الملكين عند أهل الإيمان. وفي الحديث تسمية بعض الناس في الصلاة بأسمائهم لقوله وكنا نقول السلام على فلان وفلان. وفي الحديث أن الإمام لا يلتفت إلى المأمومين إلا بعد الفراغ من صلاته، وفيه أن الإمام إذا فرغ من صلاته أقبل على المأمومين بوجهه والتفت إليهم. وقوله هنا فعلمني وكفي بين كفيه فيه دلالة على جواز الأخذ بيد الإنسان وبكفه. وفي الحديث أيضا اعتناء ابن مسعود بهذا الباب ومكانة ابن مسعود، حيث علمه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بنفسه وكفه بين كفيه. وفي الحديث من الفوائد إثبات اسم السلام لله جل وعلا. وفي الحديث أن التشهد يكون حال الجلوس ويكون بعد السجدتين في الركعة الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية. وفي الحديث بيان أن التشهد يجلس فيه، وأن الجلوس ركن من أركان الصلاة. وقوله هنا فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله، ليقل فعل مضارع مسبوق بلام الأمر فيفيد الوجوب، فدل هذا على أن التحيات ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به. قوله فليقل التحيات لله، التحيات جمع تحية، فكأنه حينئذ يقدم بين يدي تشهده التحية لله جل وعلا.
قوله هنا الصلوات يراد بالصلاة أي الذكر الحسن الجميل والطيبات أي الأوصاف الجميلة. قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فيه مشروعية السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء التشهد، وقد قال بوجوبها جماعة من أهل العلم لأن الظاهر في الأوامر أن تكون على الوجوب. وظاهر هذا أنه يقول السلام عليك أيها النبي، فهذا هو المشروع في التشهد. وقد كان بعض أهل العلم يقول بأن هذه اللفظة إنما كانت حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد وفاته فإنه يقال فيها السلام على النبي ورحمة الله، فلا يقال فيها عليك أيها النبي. وهذا القول قول مرجوح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم التشهد علمه لأصحابه بأن يقولوا السلام عليك أيها النبي، وبالتالي فالأصل اتباع الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يعلم بأنه يموت وينتقل إلى الدار الآخرة، ومع ذلك لم يقل لهم قولوا بعد موتي السلام على النبي. وكذلك كان يوجد في ذلك الزمان من يصلي خارج مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضواحي المدينة وفي أسفارهم، ولم يقل لهم قولوا السلام على النبي مع بعدهم عنه، فدل ذلك على أن الصواب الإبقاء على لفظة السلام عليك أيها النبي، وأن هذا هو المشروع في هذا الباب. وفي الحديث مشروعية السلام على عباد الله الصالحين، وفي الحديث أن الجمع المعرف بأل يفيد العموم، وهكذا الجمع المضاف إلى معرفة يفيد العموم، فإنه قال على عباد الله، فهنا عباد جمع أضيفت إلى معرفة فأفادت العموم بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم فسره بالعموم، فقال أو كان ذلك مرفوعا، قال فإنكم إذا فعلتم ذلك وقلتموها فقد سلمتم على كل عبد لله صالح. وهذا يشمل الإنس والجن والملائكة أيضا. وقوله هنا على كل عبد لله صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله، هذا تكملة بقية التشهد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وفي الحديث مشروعية الدعاء بعد قراءة التشهد، وفيه أن الدعاء في الصلاة لا يشترط أن يكون منقولًا عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافًا لإحدى الروايتين عن أبي حنيفة، فإنه قال لا يصح في الصلاة أن يدعى إلا بأدعية القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، وقول الجمهور أظهر لهذا الحديث. وفي الحديث جواز أن يدعو الإنسان بملاذ الدنيا في أثناء صلاته، كما لو دعا بمال بعينه أو زواج بامرأة بعينها. والقول بجواز الدعاء بأمور الدنيا في أثناء الصلاة ومذهب جمهور أهل العلم، وخالف في هذا الإمام أحمد فقال بأنه لا يدعو في صلاته بأمور الدنيا لوجوب أن تتمحض النية عند العبد ليكون مراده الله والدار الآخرة، ولكن عموم حديث الباب يشهد لقول الجمهور
ومن ثم فالصواب أنه يجوز للإنسان أن يدعو في صلاته بملاذ الدنيا. وفي هذا الحديث تفاضل ألفاظ الدعاء، فإنها ليست على رتبة واحدة، ولذا قال: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. وفي الحديث من الفوائد أن الإنسان قد يعجب ببعض أذكار الصلاة أو ألفاظ القرآن دون غيرها. وفي الحديث استحباب الإكثار من الدعاء في كل وقت. وفي الحديث من الفوائد أيضا أن الصحابة قد يجتهدون ولا يكون اجتهادهم مقبولا كاجتهاد ابن مسعود هنا. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. قوله هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة، كان تفيد التكرار والاستمرار، وفيه مشروعية الدعاء في أثناء الصلاة. وجمهور أهل العلم على حمل هذا الحديث على أن المراد به الدعاء الذي يكون بعد التشهد وقبل السلام. وفي الحديث الاستعاذة من عذاب القبر، فيه دلالة على إثبات وجود عذاب للقبر يعذب به بعض عباد الله ممن أعرض عن أوامر الله جل وعلا. وقد جاء في إثبات عذاب القبر نصوص كثيرة متعددة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجد في كتاب الله إشارات إلى هذا العذاب. وفي الحديث مشروعية الاستعاذة بالله تعالى من المسيح الدجال، قيل له المسيح لأنه يسيح في الأرض ولا يترك مكانا فيها إلا وقد جاءه، وقيل له الدجال لأنه كاذب غير صادق. وفي الحديث مشروعية الاستعاذة من فتنة المحيا وفتنة الممات، وفيه أيضا الاستعاذة من المأثم والمغرم، والمغرم هو الدين، والمأثم هو مكان المعصية والذنب، فالبيئة التي تجر إلى الذنوب ينهى العبد عن إتيانها. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ يعني عندك استعاذة كثيرة، مرة في مجلسك ومرة في المجالس التي تأتي إليها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم، يعني إذا كانت عليه ديون، حدث فكذب، وبأن يحدث بما يخالف الواقع، ووعد فأخلف، يعني أنه لم يفي بالموعد في سداد دينه أو في غيره من أعماله. فهذا شيء مما يتعلق بهذه الأحاديث التي في هذا الباب. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يسبغ علينا نعمه وأن يبارك لنا في كل شأن من شؤوننا. وسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا للخير وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى، كما نسأله جل وعلا أن يوفق جميع المسلمين للمحافظة على شعائر دينهم فيلتزموها ويؤدوها على وجهها.
بارك الله فيكم وفقكم لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين.